يعني احنا ما حنكون افضل من الاتحاد الاوروبي ولا الاتحاد الدولي في اختيار هؤلاء الحكام لقياده دوري ابطال اوروبا او قياده دوري او كاس العالم. لما يجيني واحد بالله اسمح لي يا بندر، لا اسمح لي، اسمح لي، انا ما اختلف معاك، انا ما اقول ان الحكم السعودي ما عنده اخطاء، عنده اخطاء. لا بس انت تقول حكم الاجنبي عنده كوارث، عنده كوارث، نعم عنده كوارث مثل الحكم السعودي. في حكم حكمين اجانب اثنين عملوا كوارث، ممكن واحد حكم، انت لما تجيب 50 حكم على مدى اربع خمس سنوات واحد ممكن يخطي. ولكن انت تخيل يا اخي، تخيل ثلاث مباريات، انا اتحدى حكم سعودي، اختر لي انت حكم سعودي يمثل لك ثلاث مباريات ما يخطئ فيها اخطاء كارثيه. يا راجل اختلف الحكم السعودي اداؤه من في المباراه الواحده من شوط الى شوط، يختلف الحكم نتيجة السعودي، نتيجه يمكن اتصالات بين الشوطين الان اللي وقفوها. انا معكم عنده اخطاء، بس ترى حتى الحكم الاجنبي والله عنده اخطاء كبيره، بس احنا ترى احنا ما نتكلم عنه، احنا مختلفين معك، عنده اخطاء. طيب الحكم السعودي، ابو سلطان خليني اقول لك الحكم، اسمح لي ابو سلطان، الحكم السعودي عنده اخطاء، ولكن بعض الاخطاء في الواقع تجعلك يعني لا تقبل بالحكم في المباراه الواحده، واكثر ما اكثر يعني الحكم الاجنبي من النادر ان تجد عنده تفاوت في الاخطاء، تفاوت في القرارات اقصد، سواء القرارات الفنيه او القرارات الاداريه، الحكم المحلي عندنا مع الاسف اخطاؤه التفاوت الكبير من شوط الى شوط، من مباراه الى مباراه. نعم. يعني جيب لي حكم أدار مبارتين من المباريات الكبيرة متتاليتين في موسم واحد بمستوى واحد أو مستوى متقارب. في الفترة الحالية أتكلم، ربما في السابق كان عندنا بعض الحكام يحققوا هذا الشيء. نعم. لكن الآن مع الأسف لا. طيب أبو صهيب، وش أكثر فريق سعودي تعرض لأخطاء تحكيمية هذا الموسم تحديدا؟ والله شوف، ولا تتفاوت صح ولا صح ولا الكل صح تضرر؟ الكل تضرر، بس من أكثر ضرر؟ الكل تضرر والكل استفاد من اخطاء التحكيم، الكل تضرر والكل استفاد، هذه يعني.